شباب الناظور كامل كيتسائل عليها عشوائيه في التسيير يعني في الشبيبه والرياضه. الشباب ديال الناظور ما كيستافدش من هاد النقط والاقتراحات يعني اللي جات من طرف المدير الاقليمي لقطاع الشباب ديال الناظور تابع لوزاره الشباب والثقافه والتواصل. المهم ان في الناظور بيان سور كنفتقدوا لهاد المراكز وسورتو هاد لوبيرج دو جونيس مركز الاستقبال ديال الشباب يعني ما عندناش وكان مطالب يعني من المجتمع المدني هادي بشحال. جا الوقت مزيان وبالنسبه للمراكز الاخرى هادشي يعني ما يمكن لينا غير نصفقوا ليه. ولكن السيد الرئيس انا عندي واحد تساؤل على يعني لي زانفراستركتور كي اكزيز ديجا اللي كاينه بحال دار الشباب اللي كاينه دابا في الناظور. المجتمع المدني كامل كيتسائل على هاد دار الشباب المصير ديالها وعلاش ما حلوهاش وعلاش الشباب ديال الناظور ما كيستافدش من الخدمات. الشباب ديال الناظور ما كيستافدش من الخدمات. يعني حنا كاع كشباب ديال الناظور عرفنا يعني لي زاكتيفيتي الانشطه اللي كانت كدار في هاد دار الشباب ديال الناظور. ولا عقلتي السيد الرئيس ان كاع جميع الاطر اللي عندنا في الناظور دازوا في دار الشباب. جميع الاساتذه وجميع الممثلين جميع الفنانين يعني اطر كبيره دازوا في دار الشباب. ولكن للاسف سنوات ضاعت الشباب ديال الناظور ما استفدوش بهاد يعني بهاد المرفق اللي مهم في مرافقه الشاب يعني في صغره. ولا لاحظنا كذلك الملاعب ديال القرب واحد العشوائيه في التسيير يعني في الشبيبه والرياضه وكاين حتى يعني عمال اللي تشردوا من وقت فاش بدات الاشغال في الملعب الكبير ديال الشبيبه والرياضه. انا انت هضرت على الملعب هذا الموضوع ديال دار الشباب الناظور كامل كيتسائل عليها. تخرج من هذا الشيء تخرج من هذاك تخرج في الملعب العلاقه ديالو ماشي الملعب البلدي الملاعب الفوري في الشبيبه. دونك السؤال هو اسيني بعدا ماني غيره ماني سكا ياك. ثانيا تسمى اتاسف ان ديال اللجنه احضاء ديال اللجنه توغا بيان سور تغني رئيسه اللجنه نخضع تصل الجمعيات جاده انت في المدينه خدمت وكانت انشطه وبيان سور راسنت قلت الاشعاع اذن ديت انا النظر. تفاجئ السيد الرئيس ان الجمعيات الجاده ودات جينشا و تسمى النظر يمكن دير عهد المجالس المغرب نظرتها للمنح الاجتماعيه الثقافيه تبقى الجمعيات مره كسيت المنح. المنير إذن سنشي مجلس الشباب مجلس الكفاءات مجلس حاملي الشهادات ندوم نطاز الثقافه نشا الثقافه ناضج الثقافه ديال النظر. النشاط الثقافي الوحيد اذا نتا وصلنا هذا النشاط مد المسرحيه هو المهرجان السينما اللي نزريد لنا الافتتاح ديالو نزريد توشك ديالني النضا يجنت ندينت عندهم ثلاث جمعيات ثقافيه معروفه على الصعيد الدولي قيت انشطه وين دي زي العالم دا نتا ديال النضا هذا نبدا زي انطلاقه ثقافيه وش تهويد تما عيب وعار ان ثقافه ذي النظر استرقيه.